تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 27 إبريل 2021. كل سنة وحضراتكم طيبين، يعود عليكم الأيام بخير يا رب. في الأول الأسبوع الجاي إن شاء الله شاء ربنا ودبر بعد العيد يوم الثلاثة الجاي هكون موجود مع حضراتكم، أخذ بركة وهحاول أجهز موضوعات بسيطة كده على قدنا. ربنا يبارك حضراتكم. حاجة تانية زي ما كنت لسه بقولها من شوية صغيرة، الأساتذة الأحباء اللي سألوني على موضوع اللاهوت الدفاعي ويدرسوا إزاي كورس اللاهوت الدفاعي والكلام ده كله، زي ما قلت لحضراتكم كنت يعني كنت نزلت إعلان على صفحة ضعفي اللي هو على كلية هولي صوفيا هتبدأ كورس اللاهوت الدفاعي. اهو الإعلان للي ما شافوش، للي يحب يرجع له، للي بيسألني باستمرار أدرس لاهوت دفاعي فين، اهو قدام حضراتكم تقدروا ترجعوا لموقع الكلية وتقدروا اللي حابب يدرس لاهوت دفاعي على سبيل المثال، طبعا ما اقصدش سواء باللغة الإنجليزية أو العربية، وبتقبل أي طلب سواء الطالب ده من أمريكا من مصر من أي دولة يعرف يتكلم عربي أو يعرف يتكلم إنجليزي. دراسة مفتوحة بما فيها كمان للي عايز يكمل وياخد 23 كورس ويحصل على رسالة ماجستير في اللاهوت الدفاعي. زي ما قلت احتمال برضو سألنا على هذا الأمر، احتمال أدرس حاجات بسيطة زي كورس اللاهوت الدفاعي، مقدمة للنقد النصي وغيرها. اللي سألني أسئلة كتيرة عن إزاي الالتحاق وغيره، طب الناس اللي درست في كليات كليريكية وعايز يحصل على الماجستير إزاي وهكذا، تقدروا حضراتكم تتصلوا بالكلية، آدي اللينك بتاع الكلية تقدروا ترجعوا إليه وتقدروا تتصلوا بنفسكم وتاخدوا الداتا اللي انتوا عايزينها، والكلية هتجاوب عليكم بالكامل بالتفصيل في هذا الأمر. ربنا يبارك حضراتكم. بالنسبة للفيديو بتاع التعليق على الأحداث، الفيديو ده يحتوي على بعض الأخبار والتعليقات اللي يكون ليها قد يكون ليها تأثير سلبي لدى البعض. الناس بعض الناس بتحس بخوف، بعض الناس بتحس باكتئاب وغيرها من الأخبار أو تعليقات المتكلم ضعفي. Viewer's discretion is advised. انت لو كنت من النوعية دي اللي ممكن تكتئب من اخبار زي كده ما تتفرجش على الفيديو. ولغاية دلوقتي الناس رغم ان الديسكليمر ده يتفرجوا عليه ويبعتوا لي التعليقات اياها الحلوة، يا اللي انتوا عارفينها يا بتاع الاكتئاب، يا الاخبارك زي وشك، يا اللي هتفضل تخوف الناس لغاية امتى. طب انت بتسمع للفيديو ليه؟ بتتعب نفسك ليه؟ اهو من الاول لو انت من النوعية اللي هتتضايق اطفي الفيديو، اقفله ما تكملهوش، ما تعكننش على نفسك يا سيدي، انت مش الاودينز اللي انا بكلمهم في هذا الفيديو. هدف الخدمه دي حاجه تانية، لا هي نشر اخبار ولا عشان اجيب اخبار تعكنن على بعض ولا تكئب البعض. هدف الخدمه دي تذكير ضعفي وحضراتكم باحتياجنا لحياه اليقظه الروحيه، مش بس نستعد عشان المجيء المسيح امتى بالظبط، لا، ايضا قبل الظلمه اللي هتسبق مجيء المسيح، لان احنا نور العالم. طب العالم ده اللي ضلم قوي من الخطية، العالم اللي بيحاول يقطع لسان الصوت واطي في اليوتيوب الفيسبوك. طيب احاول اعلي الصوت، ام سوري لحظة واحدة، المشاكل النهاردة كانت كتيرة شوية، سو اعتذر وبشدة، ولكن صدقوني التكنولوجي مش بايدي انا. ربنا يبارك حضراتكم. فهدف الخدمة دي زي ما قلت لحضراتكم باستمرار هدفها ايه؟ ان احنا نكون مصابيح مضاءة في هذا العالم اللي زادت فيه العثرة، وخاصة لصغار النفوس ولاد حضراتكم، وايضا كمان كل واحد فينا عشان يكون مستعد لملاقاة ربنا في اي وقت يجد فيه ربنا، او اي انسان يقابل ربنا ويسلم وديعته، وهو ده بالنسبة له الوقت اللي خلاص بالنسبة له هيقف يقابل ربنا. ربنا قال لنا على ما انا اسف على التشتيت، سامحوني اشوف موضوع الصوت في ايه تاني، ما ريلي دون نو النهارده ليه المشاكل كترت. لحظه واحده، اتمنى الصوت يكون عالي، انا عليته للاخر، انا جبته للماكسيمم. ربنا قال لنا علامات كتيرة، وكان قاصد يقول لنا على علامات كتيرة. ليه؟
يعني زي على سبيل المثال حروب وأخبار حروب، الزلازل اللي قال لنا هتزيد في أواخر الأيام من ناحية العدد أو القوة، المجاعات اللي هتحصل، الأوبئة، المخاوف وعلامات عظيمة، الحاجات اللي تحصل في الشمس وعلى الأرض، الأمواج اللي تضج، الناس اللي تبقى خايفة من بكرة، النار والدخان، الحرائق والبراكين وغيرها كتير جدا. ليه ربنا قال لنا كل العلامات دي قبل مجيء يوم الرب العظيم المخوف أو يوم الرب العظيم الشهير؟ عشان نستعد، عشان ندعو باسم ربنا، عشان نعيش في حياة يقظة روحية، عشان نبقى مصابيح مضاءة. أولا عشان ما نخافش زي ما قال لنا لكي لا نرتاع، انظروا لا ترتاعوا، كل ده هيحصل، فما تخافوش انتوا، ولاد ربنا ما يخافوش. اتنين عشان نؤمن في زمن زاد التشكيك جدا. والحاجة التالتة عشان ننتبه ونستعد في زمن العالم عايز يشغلك جدا ويقطع لسانك سواء بالمشغوليات او سواء يخوفك ما تتكلمش. علامات في السماء زي ما قال لنا هنسمع عن نجوم السماء تتساقط وحاجات تبقى علامات عظيمة في السماء وعلى الارض، حاجات ما سمعش بيها اهالينا. انفجار شمسي يسبب اشعة مايكروويف سبب انقطاع في بعض المناطق في المحيط الهادي. لحظة واحدة أشوف برضو موضوع الصوت مرة تانية. أم سوري سامحوني، أنا معرفش ليه الصوت بينخفض لوحده مرة تانية للأسف. فأتمنى إن يقعد الصوت مرتفع. ربنا يبارك حضراتكم. اكتشاف ثقب أسود صغير. الثقب ده يبتعد عن الأرض بس ب 1500 سنة ضوئية. ده اللي زي ما شايفين حضراتكم في يو اس توداي، وده بيعتبره العلماء من حاجات المخاوف اللي ما كانوش يتخيلوا اكتشافها. ناسا تنتج اكسجين على سطح المريخ ولاول مره، ده من نيو ساينتست. ايضا مركبه جديده من ناسا تهبط للمريخ وهدفها كالعاده ان هي تبحث عن حياه. ما عندهمش هدف غير بس بأي شكل عايزين يثبتوا ان الحياة جت من الفضاء عشان يطلعوا الكتاب المقدس غلطان اللي تكلم ان ربنا خلق كل شيء على سطح الارض. ده من نيو ساينتست. فالمركبة واللي فيها الطيارة هليكوبتر كل ده اتضح ليه؟ برضه عشان يبحثوا عن حياة في الفضاء على المريخ. واول ما وصلت المركبة وانطلقت هذه الطائرة الهليكوبتر على طول قال لك ايه؟ العلماء يدعوا ان الكائنات فضائية فعلا غالبا عايشة اسفل سطح المريخ. ايه رأيكم؟ ده من جريدة صن البريطانية. ده اللي وصلوا له. بينفقوا ميزانيات هذه عددها وضخامتها تكفي ان ما يبقاش في حد فقير في العالم. كل ده عشان يطلعوا الكتاب المقدس غلط بطريقة غير مباشرة وان يوجد ايليانز موجودين في المريخ وهم من اصل الحياة. ايه رأيكم؟ أنا لست ضد الأبحاث ولكن ضد هدف كتير من الأبحاث إن هي يكون هدفها المستطر إيه. الصين أطلقت مركبة فضائية قادرة على تنظيف الفضاء من المخلفات، من كتر المخلفات الفضائية اللي زادت جدا بسبب أفعال الإنسان. يوم 26 مايو سيتم رؤية قمر دموي كبير، سوبر مون، هيكون لونه أحمر دموي، فالبعض بيعتبره سبوكي أو مخيف. المركبة الأمريكية اللي وصلت للمحطة الفضائية، المركبة دي كادت تصدم بجسم غير معروف والرواد أخبروا إن هم يبتدوا يستعدوا للتصادم. ده من جريدة صن. ففي مركبة أمريكية أطلقت عشان تروح للمحطة الفضائية، المركبة دي كانت هتخبط بجسم ما كانوش عارفينه ايه، وعلى طول اول ما طلع الخبر ده انتشرت الاشاعات ايليان، والايليان كانوا هيخبطوا المركبة الامريكية. وبعد ما انتشرت الاشاعات كالعادة طلع الموضوع كله ايه؟ مخلفات فضائية كانت هتخبط هذه المركبة. ده من راشن توداي. فديبري او سبيس ديبري او مخلفات فضائية من كل الحاجات اللي بتنفجر في الفضاء والساتلايت اللي بتبوظ في الفضاء وغيره والتجارب اللي بيعملوها في الفضاء، الدبريز او المخلفات
أو النفايات الفضائية كترت، فممكن تهدد المركبات الفضائية زي دي. يوم 22 إبريل، استمرارا لتساقط النجوم أو الأحجار السمائية أو الفضائية، في يوم 22 إبريل 32 كرة نارية، يوم 23 إبريل 40 كرة نارية في يوم واحد، ويوم 24 إبريل 14 كرة نارية. تزايد الأجسام الفضائية، ده مش كلام الكتاب فقط، ده المواقع الفضائية بتؤكد ذلك. وصل عدد الأجسام الفضائية أو نجوم السماء اللي تهدد الأرض، يعني أحجار فضائية، تعبير في اليوناني يحمل جسم فضائي، إلى 2187 جسم فضائي يهدد الأرض. الطقس اللي للأسف ربنا يعني يحافظ علينا، للأسف أماكن كتيرة داخلة فعلا في جفاف، ما بين أماكن تغرق وأماكن تحصل فعلا فيها مجاعات. المزارعين الأمريكان وخاصة في غرب أمريكا يحذروا من الجفاف الكبير في غرب أمريكا اللي قد يقود لكارثة في المحاصيل. للأسف قادة أمريكا بيقودوها للبعد عن ربنا، فبيبتعدوا عن بركة ربنا، هذا اللي بيحصل. الجفاف في داكوتا يدفع المزارعين لأخذ قرارات صعبة، ويضحوا بأنهو محاصيل، ويضحوا بأنهو أراضي، لأنهم ما شافوش جفاف بالطريقة اللي زي دي من أكتر من 126 سنة، من ساعة ما ابتدوا يزرعوا هذه الحقول. جفاف تكساس 2021 تعدى بكتير الجفاف اللي حصل 2011، وده طبعا كله بيهدد بمجاعات. وتوقع بنقص القمح الأمريكي هذا الربيع، وانتوا عارفين القمح ده بيتصدر لدول كتيرة في العالم، فالقمح الأمريكي الشهير اللي بيتباع في أماكن كتيرة في العالم للأسف هينقص السنة دي بسبب الجفاف، وطبعا ده يقود لمجاعات. قوس قزح عجيب وسط البرق في سماء أوكرانيا يسبب مخاوف للبعض. الزلازل اللي في نفس الوقت زادت. يوم الخميس 51 زلزال ما بين متوسط وقوي في يوم واحد. يوم الجمعة 34 زلزال، منهم واحد بقوة 6.5 في تونجا. يوم السبت 40 زلزال ما بين متوسط وقوي. يوم الحد 40 زلزال، منهم واحد تاني بقوة 6.4 في تونجا. يوم الاثنين 45 زلزال، منهم 5.9 في بابا نيوجيني و5.8 في جزر كيرمارك. الأسبوع ده حصل في آسف الأولاني كان في بابا نيوجيني. الأسبوع ده حصل في 72 زلزال قوي، منهم 3 أقوى من 6 ريختر في أسبوع واحد. رقم 6 ريختر اللي كنا نسمعه مرة كل يعني يتعدى على الصوابع في السنة، دلوقتي بنسمعه تقريبا أكتر من مرة في الأسبوع. واللي في نفس الوقت اللي زاد فيه أمواج البحر، واللي زاد فيه الجفاف والمجاعات، واللي زادت فيه الزلازل، أيضا طبعا زاد فيه النار والدخان والبراكين. اللي هقوله ده على سبيل المثال للحصر. يوم 21 أبريل، متابعة لنشاط 8 براكين قوية، استمرار انفجار بركان أيسلندا وتزايد الحمم، انفجار آخر لبركان سوانسي ويطلق رماد يوصل ل5000 أدم، انفجار بركان ليوتول ويطلق رماد ل8000 أدم، انفجار بركان سيميرو ويطلق رماد ل14000 أدم. يوم 22 إبريل، متابعة لنشاط 8 براكين قوية، انفجار بركان سيمسي بوكوني ورماد يوصل ل8000 أدم، آسف الأسماء الغريبة دي بالنسبة لي، انفجار آخر لبركان سانجاي ويطلق رماد ل22000 أدم، شقوق أكتر تتفتح في بركان آيسلند واللي يسبب مخاوف من تزايد نشاطه، وشوف كام أسبوع مستمر بيتزايد في النشاط بتاعه، ده من نيو ساينتست. يوم 23 إبريل، متابعة لنشاط 8 براكين قوية، انفجار بركان دوكونو ويطلق رماد ل7000 أدم. يوم 24 إبريل، متابعة لنشاط 8 براكين قوية أيضا، انفجار آخر لبركان فويجو ويطلق رماد ل16000 أدم، انفجار آخر لبركان
ريفنتادور ويطلق رماد ل 15,000 قدم. انفجار قوي لبركان سوكارجيما في اليابان ويسبب إصابات وإخلاء. وكل البراكين النشطة دي قدام حضراتكم، ده ملخص البراكين النشطة يوم الحد اللي فات. كل دول حوالين حلقة النار اللي بتتزايد نشاطا وتتزايد تهديدا للأرض، اللي فعلا أصبحت من كثرة الشر قربت تلفظ سكانها وتحرق سكانها من كتر الخطية. فاللي باللون الأحمر ده في حالة انفجار، اللي باللون الأورنج في أنشطة. وطبعا بالإضافة للمجاعات وللزلازل والبراكين والحرائق والدخان والنار والجفاف، طبعا الأوبئة. الإصابة بالكوفيد للأسف وصلت فوق 148 مليون، يعني اقتربت من 150 مليون. يعني الإصابة بالكوفيد وصلت ل 2% من البشرية، يعني من كل 50 شخص تعرفهم لازم يكون واحد فيهم اتصاب بالكوفيد. طبعا بيختلف من مكان للتاني ولكن تقريبا. ولا تزال أمريكا الأولى في الإصابات 32 مليون، الهند اللي بتتزايد بشكل بشع 17.6 مليون، البرازيل الثالثة 14 مليون، فرنسا الرابعة 5.5 مليون، روسيا الخامسة 4.7، تركيا 4.6، بريطانيا 4.4، إيطاليا 3.9. معدل الوفيات يتزايد ويوصل إلى 3.1 مليون أو أكثر من 4% من البشرية. كل دول ماتوا، وده مش رقم نذكره لايتلي، ده كل واحد عزيز على أسرته، ربنا يعز الكل يا رب. الهند ترى أعلى معدل إصابة يومي في العالم ونقص الأكسجين. فللأسف الهند مضروبة وبشدة، نصلي لهم. وخاصة السبب اللي حاصل في الهند إن عندهم فاريانت أو تحور في عدة طفرات. التحور ده للأسف للأسف طبعا لا تطعيمات ولا غيره بتأثر فيه، والمستشفيات فرغت من الأكسجين. التحور الهندي وصل لكندا، التحورات الهندية توصل خلاص ل 22 دولة، وبعض هذه التحورات زي مثلا بتاع جنوب أفريقيا والبرازيل تقاوم التطعيمات. فالتحورات الهندية بعضها شديد للأسف. ده من بي بي سي نيوز. أنا عارف إن البعض بيقول على فكرة التطعيمات هي اللي وقفت الانتشار في بعض الدول، في دول برضو التطعيمات فيها قوية زي فرنسا وغيره وتزداد فيها الموجة. وأنا قلت لكم من زمان للأسف في الموجة الثالثة البعض هتكون فيها شديدة والبعض هتكون فيها قليلة زي ما حصل في سارس وميرس وغيره، ولكن مين هياخد الفضل؟ التطعيم. كل الناس هتقول لك التطعيم هو اللي أنقذ البشرية، ودي قلتها لكم من الأول للأسف. رغم إن دول بعضهم كان بسبب الإغلاق الكامل قلل الإصابات، وطبعا مين برضو اللي قالوا إن هو اللي قلل الإصابات عندهم؟ التطعيم. إسرائيل المذكورة كمثال، رغم إن إسرائيل أخذت إجراءات قوية جدا في الإغلاق، إسرائيل تبلغ عن عدم وجود وفيات من الكوفيد لأول مرة من 10 شهور. وطبعا الناس قالك أيوة بصوا التطعيم أنقذ الناس، لكن رغم أن الدولة شبه طعمت أغلب الشعب، أخبار محلية عن تزايد الحالات مرة أخرى، ده من راشن توداي. وبيقال من البعض أن إسرائيل بدأت، علشان ما تقولش أن التطعيم ما كانش ليه فايدة، بدأت ما تبلغش على الأرقام اللي فيها. و ظهور 7 حالات من التحور الهندي الجديد بالفعل في إسرائيل من الناس المطعمين اللي هذا التحور ما بيأثرش فيه التطعيم. الكلام ده من راشن توداي، ده مش كلامي. آلاف المتظاهرين في برلين ضد إغلاق الكوفيد، والبرلمان يناقش إعطاء حكومة ميركل قوة لتطبيق الإغلاق. طبعا يعني في دول كتيرة فيها موجة ثالثة قوية، رغم ان برضو فيها نسبة تطعيم مرتفعة. مدينة هاملتون الكندية، ده من راشن توداي، Canadian city Hamilton opens up vaccine eligibility to people 18 and over in outbreak hotspots as long as they aren't white. يعني ايه؟
مدينة هاملتون الكندية دي تسمح بالتطعيم لمن هم من 18 سنة فما فوق، بس على شرط ان هو ما يكونش ابيض. ايه دي كمان، دي فيها عنصرية؟ هو الفيروس هيجي يقول اه لا ده انت قوقازي مش هصيبك، لكن لو اي جنسية تانية هصيبك؟ ايه ده؟ فرنسا تصبح اول دولة اوروبية تجرب خلاص شهادة التطعيم، يعني باسبور التطعيم. اكثر من 1200 قائد مسيحي في انجلترا يحذروا ان باسبور التطعيم هيقود لدولة مراقبة، خلاص ينتهي عصر الحرية. هاواي تصبح تاني ولاية امريكية بعد نيويورك تطبق برضو نظام باسبور التطعيم، وحاكم أريزونا يتعهد بعدم تطبيقه في المقابل. الخدمات الكنسية الشخصية تمنع في أيرلندا بل تعتبر جريمة. ليه؟ بسبب الكوفيد. وصلنا لزمان إن اللي يروح الكنيسة عشان محتاج حاجة أو يصلي أو غيره تعتبر خدمات شخصية، ده بيعتبر إن هو بيعمل جريمة. 246 شخص في ميشيغان، ده من ايبوك تايم قدام حضراتكم، فولي فاكسينيتد يعني متطعمين بالكامل، ورغم ده يتصابوا بالكوفيد. على فكرة في ناس قالوا احنا طب ما تعاملناش مع مرضى، اصيبنا ازاي؟ علامة استفهام. ليه في ناس اتطعموا من الكوفيد ورغم انهم ما تعاملوش مع مرضى أصيبوا بالكوفيد؟ ومن الناس دول مات منهم ثلاثة، مش دي برضو almost نفس نسبة الوفاة من الكوفيد رغم ان هم اتطعموا already بالفعل؟ انا كل اللي بقوله علامة استفهام. دول fully vaccinated يعني اخدوا الجرعتين ورغم ذلك أصيبوا ومات النسبة المعتادة من الكوفيد. الاتحاد الأوروبي يوقف تطعيم أسترا زينيكا وجونسون، وطبعا شركاء اللي في الشركات دول غضبانين، ده من إكسبريس نيوز. موت 3 أشخاص في سريلانكا من الجلطات بعد تطعيم أسترا زينيكا. فايزر تصر أن تطعيمها آمن سيف وإفكتيف 100% رغم حدوث جلطات من تطعيم فايزر مش أسترا بس في أستراليا، وظهور مخاوف من الأعراض الجانبية لتطعيم فايزر. فتطلع فايزر ترد إيه؟ الله مش اديناكم دراسة قلنا لكم we are safe and effective 100%، بتكلموا تاني يا ضد العلم؟ مش اديناكم دراسة عملناها لكم في 4 أيام عايزين يعني الله نعمل أكتر من كده إيه تاني؟ اتفضلوا. سيدة مسنة في أونتاريو كندا بعد ما خدت التطعيم برضه بالكامل fully vaccinated، اول ما خلصت التطعيم اتدهورت صحتها جدا فبيشوفوا مالها، لقوها اصيبت بالكوفيد رغم ان هي ما اتعاملتش مع مرضى رغم من التطعيم. انا بأسير سؤال فقط، هو في احتمالية يكون التطعيم بيسبب كوفيد في قلة من الحالات؟ مش بالظبط ده نفس اللي سمعناه عن بيت الراهبات اللي من أول ما حصل الكوفيد وبدأ ينتشر أفعل لنفسهم تماما ولم تصاب فيهم أي واحدة لغاية ما جه دورهم على التطعيم فالطعام الدير بالكامل كل الراهبات وبعدها فجأة انتشر فيهم الكوفيد ومات فيهم نسبة مرتفعة؟ ده تالت خبر ولا كل وسائل الإعلام العالمية دي كدابة؟ طبعا لازم نصدق دراسة فايزر ونكذب الناس زي بالظبط الرسول صدق الرسول وكذبت بطن أخيك. فايزر دي زي الرسول بالظبط، طالما قالت سيف اند افكتيف يبقى سيف اند افكتيف حتى لو في ناس بتموت. أنا لا أزلت بقول التطعيم للناس بتوعه اللي فعلا هيستفادوا منه لأنه الكوفيد مش سهل، ولكن اللي يضحك علينا ويقول لنا 100% لا، أنا كل اللي بقوله وبكرر كلامي أنا مش ضد التطعيم، أنا بقول لازم الإنسان يعرف الفوائد
البينيفيت والمخاطر الريسك، ويقارن ما بين الاثنين بينيفيت ريسك ريشيو. ما تكدبش على الناس وتقول سيف 100% وافكتيف 100%. طب اهو الناس بدأوا ياخدوا التطعيمات والطعاموا بالكامل، وانت قلت لهم سيف 100% وافكتيف 100%، وابتدينا نسمع عن الاخبار دي، هنعمل ايه؟ دهشة العلماء من سماح الحكومة الأمريكية للحوامل إنهم ياخدوا التطعيم، وأنا ده بالنسبة لي كارثي. إيه رأيكم؟ ما يقدر مش ما تمتش دراسة على الحوامل، هم ما يقدروش يدرسوها على الحوامل، هم يسمحوا للحوامل إنهم ياخدوا التطعيم. كارثة إيه دي؟ إحنا أصبحنا في زمان إيه؟ مع ملاحظة بعض العلماء، وده غير مؤكد، ده محتاج دراسة أصلا، قالوا يوجد فيرال بروتين من الكوفيد بيتشابه مع بلاسينتال بروتين، ودي تبقى كارثة، لأنه ده لو حصل ممكن ستات عمرها ما تحمل وتجهض باستمرار كل مرة لو أخذت التطعيم ده، لأنه متشابهين مع بعض، فممكن يحصل كروس في جهاز الدفاع، في جهاز المناعة. مستشفى في تكساس تهدد برفض الموظفين اللي رفضوا أخذ التطعيم الكوفيد، ومتوقعين أن مستشفيات كتيرة هتتبعها في نفس البوليسي. عايز تكمل شغلك تاخد التطعيم، مش عايز تكمل شغلك، مش عايز تاخد التطعيم برا. تعرفوا أن جابوا محامي حقوقي، هذا المحامي بيقولوا له هل من حقه صاحب العمل انه يجبر موظفينه على التطعيم؟ احنا كلنا قلنا بالتأكيد هيقول لا، ده مال الحرية راحت فين؟ وفوجئنا انه المحامي الحقوقي للموظفين قال لك من حق صاحب العمل ان يجبر الموظفين على التطعيم. يا الهي على غسل المخ اللي احنا بقينا فيه ده. أكتر حاجة خسرناها مع كوفيد الحرية والخصوصية. دراسة توضح احتمال علاقة الإصابة بالهيربس بسبب تطعيمات الكوفيد. ده لا من ديني ولا من دينك، ده من نيويورك بوست أهو قدامك. هيربس infection possibly linked to COVID-19 vaccine study say. إيه رأي حضراتكم؟ تاخد حقنة التطعيم من هنا تتصاب بالهيربس من هنا. هو بالظبط الكوفيد ده متطبخ من ايه؟ تطعيم سبوتنيك الروسي يتجه للعالمية ويحصل على موافقة الهند، يعني أصبح متاح لـ 40% من البشرية. ده من نيو ساينتست. مدير شركة موديرنا يقول مشكلة جديدة، خير هيكون عندنا كميات ضخمة أكتر من المطلوب من التطعيم في سنة 2022. نعمل ايه؟ نعمل ايه يا حبايبي يا حلوين؟ نقول محتاجين جرعة تالتة، ده لو كمان مش محتاجين، مش بس جرعة تالتة، ده احنا محتاجين جرعة سنوية. فهمتوا قصة الجرعة السنوية هتكون ايه؟ هيودوا كميات الزيادة دي فين؟ جرعة تالتة وماله يا سيدي، وجع بطنك ولا كب الطبيخ؟ طبخنا الكوفيد الفاكسين يعني هنكبه؟ لا، تتحقنه. كوفاكس بتاعت حج بيل جيتس ترسل 200 ألف تطعيم أسترازينيكا لسوريا. ده من راشن توداي. أطباء في كندا، انتوا عارفين طبعا كوفاكس بتاع كابتن بيل جيتس اللي اتعملت في شهر إبريل، طبعا مش إبريل ده، إبريل اللي فات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية عملت ايه. أطباء في كندا يعلنوا انه الأعراض الجانبية للتطعيم السايد افكت أعلى بكثير مما كان يعلن. ما تفضلوش تقولوا لنا 4 في الـ1000 ومش 4 في الـ1000 والكلام ده كله، لا، الأعراض الجانبية أعلى من كده بكتير، وللأسف بيمنعوا من الإعلان عنها. وأغلبها اللي أنا قلته لكم من سنة فاتت أمراض المناعة، وزي ما شرحت لكم already الكلوتينج، الجلطات اللي بتحصل ده بسبب مشكلة مناعة autoimmune disease، ومنها إجهاض، وطبعا مريض مات في كوميونيتي واحدة ولكن ممنوع انهم يتكلموا عنه. خبر غريب
كوفاكس بتاعت حبيب قلبنا بيل جيتس اللي تبرعت بتطعيمات ل 118 دولة، اللي هي جافي يعني بيل جيتس، مع الحاج جافي ده مؤسسة بيل جيتس ومعاها منظمة الصحة العالمية تدرس اللي لبس العالم في الحيطة لما خبى اللي بيحصل في الصين وخلى الصين تصدر الكوفيد للعالم. اتضح انه جافي بيل جيتس وكوفاكس بتجمع المعلومات عالميا عن كل واحد، حضرتك وحضرتك، بأشكال مختلفة. بمعنى ان كل طبيب بتروح له او صيدلي على سبيل المثال في اونتاريو كندا مثلا، مجبر انه يرسل المعلومات الشخصية لكل شخص اخذ التطعيم بما فيها تاريخه بالكامل، البيرث ديت واسمه بالكامل والهيستوري والالرجي والادوية اللي اخذها والامراض اللي عنده والكلام ده كله. بل كمان لازم يقولوا، واللي رفض ياخد التطعيم يقولوا للحاج بيل جيتس الانسان ده رفض ياخد التطعيم ليه. يا ترى الحاج بيل جيتس هيعمل ايه بكل المعلومات الكونفيدنشال دي؟ ايه رايكم؟ انتوا عندكم جهتين، بيل جيتس من ناحيه بيجمع معلوماتكم وبيديها للذكاء الصناعي يحللها، ومن ناحيه تانيه الصين اللي من خلال حتى التست اللي هي بتاع الكوفيد بتجمع الدي ان ايه داتا عنك. من الناحيتين ايه رايكم؟ عايزين تتاكدوا من كلامي؟ ارجعوا لجافي او كوفاكس وشوفوا مين المشترك في كوفاكس، هذه الهيئه العالميه، عشان تتاكدوا من اللي انا بقوله. انا ما بقولش، انا ما اعرفش مين متآمر ومين مش متآمر، انا اؤمن ان المتآمر ضد البشريه هو الشيطان. انا بس كل ده بالنسبه لي علامات الاستفهام كترت قوي. كل ده في ايه بالظبط اللي بيحصل؟ اليوتيوب يمنع فيديوهات قناه راشن توداي. ليه؟ اصلها بتنشر بعض الدراسات الطبيه اللي بتخوف الناس من التطعيم، فيقولوا عليها ايه؟ كوفيد 19 disinformation، فتتمنع الراشن توداي. احنا في عصر مفيش حرية تعبير، يا اما تقول كلام فيسبوك ويوتيوب اللي عايزينك تقوله ان الكوفيد التطعيم safe 100% وافكتيف 100%، يا اما حتى لو في دراسة مؤكدة بحاجة عكسية انت نشرتها تبقى انت ضدهم برا. مفيش حاجة اسمها الرأي والرأي الاخر، يا تقول كلامنا يا نقطع لسانك الالكتروني literally. ايه رأيكم؟ ادي الزمان اللي اصبحنا فيه، ادي الفيسبوك، ادي اليوتيوب، ادي الجهات اللي انتوا شايفينها. يا تقول كلامنا التطعيم فلة وهو اللي انقذ البشرية وسيف 100% وافكتف 100%، لو لمحت بحاجة عكسية حتى لو كنت ايه وحتى لو well documented برا، ممنوع. اصبحنا في زمن مش الرأي والرأي الاخر، الرأي الاوحد الدكتاتوري، يا اما من هو ضده يعتبر كاذب. هذا اللي حصل، هذا اللي احنا بقينا فيه. كاميلا هاريس تحذر الأمم المتحدة أن العالم يجب أن يستعد للوباء القادم اللي هي بتتوقع أنه هو هيبقى قريب. هو ليه الحاج بايدن والحاج كمالة متوقعين أن العالم هيتضرب قريب بتطعيم تاني، وقاعدين يقولوا خلي بالكم الكوفيد ما موتش كتير، الوباء القادم هيموت أكتر. هو في إيه بالظبط؟ ليه سياسة التخويف اللي قاعدين بيعيشوا فيها الناس؟ والنيو نورمال ومش النيو نورمال، هو في إيه بالظبط؟ الناس دي اجتمعت على ايه؟ الشلة دي كلها ما بين بيل جيتس وكمالا وبايدن والعالم دول كلهم اجتمعوا على ايه؟ اصدار تطعيم جديد للملاريا يقال ان هو بفعالية 77%. قعدوا ينتجوا تطعيم الملاريا في عشرات السنين واحسن ما عندهم 77%، تطعيم الكوفيد في شهور قليلة 100%.
مش عارف اقول ايه. لبنان تصارع اسراب الجراد بعد تغير اتجاه الرياح. صلوا لبنان بتضرب بحاجات كتيره، ربنا يقوي شعبها حقيقي. اخبار الحروب، برغم الوباء الكوفيد اللي احنا فيه اللي خرب اقتصاد العالم بسبب الصين، الا ان اتضح ان 2020 كانت اعلى سنه صرفت فيها الدول على التسلح من عشرات السنين، روسيا والصين وغيرها. ايه رأيكم؟ الصين اللي لبست العالم في الحيطه وكسبت مكاسب ما حصلتش من كوفيد من المستلزمات الطبيه، واللي باعت ماسكات بكميات رهيبه للعالم كله، خدت الفلوس دي عشان تخلي جيشها اقوى جيش في العالم. ايه رأيكم؟ فعيتك رميت لك الكوفيد وعيتك بيه وخدت فلوسك عشان تسيطر على العالم. آد الصين، وطبعا بايدن وبقية الدول الأوروبية طاطوا للصين. بوتين يؤكد نجاح اختبار صاروخ غامض جديد مصمم لضرب الأسلحة الفضائية الأمريكية، ده من جريدة صن البريطانية. تصاعد حدة موقف أوكرانيا بعد أن روسيا أطلقت صواريخ في تدريب البحر الأسود، ده من إكسبريس نيوز. أمريكا توقف خطة لإرسال مدمرات حربية للبحر الأسود. ليه؟ بايدن خاف من بوتين، ده اللي اقدر ادهوه قدامكم، ده من يو اس ديفنس. ليه؟ كونسيرن اوفر رشا. بايدن بوتين طلع هدد امريكا، فبايدن خاف فقال لا ما تبعتوش السفن الحربيه اللي كنا هنبعتها للبحر الاسود. بايدن كل ماله بيظهر علامات ضعف اكتر واكتر، وامريكا للاسف بقي منظرها مخزي. شكرا يا اللي بتشتمني، ربنا يبارك حضرتك، نشتم فنبارك. بوتين يهدد العالم انه لا يعبر احد الخط الاحمر لروسيا في اثناء حديثه للجيش الامريكي. روسيا والصين اصبحوا تهديد متزايد حسب تصريحات المسؤولين. بالفعل روسيا والصين يعدوا لتحدي القوى الامريكية عبر العالم، فالاثنين اتفقوا عليها. الفلبين تتعهد بأن تطالب بحقها في مياه جنوب بحر الصين حتى لو اتسفك فيها دم، فرئيس الفلبين مش هيتنازل عن حقه. الفلبين ترسل سفن حربية وحاملة طائرات لجنوب بحر الصين عشان تتصدى للصين اللي بتحاول تفرض سيطرتها حتى على المياه الدولية هناك. السعودية تقول لإيران أن تتحاشى تصعيد الموقف، ده من عروس شفا. هجوم بطائرات بدون طيار يترك حاملة بترول إيرانية مشتعلة أمام سواحل سوريا، مش معروف مين اللي قام بهذا الأمر. فطبعا إيران اتهمت إسرائيل، ورئيس في الجيش الإيراني يهدد بأنه حيعلم إسرائيل درس جيد، ده من تايم أوف إسرائيل. إسرائيل واليونان يمضون اتفاقية دفاع مشترك، ده من في أو إيه نيوز. سوريا تضرب إسرائيل بصواريخ، تسقط الصواريخ دي قرب مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي، والقبة الحديدية فشلت للتصدي لهذه الصواريخ، ده من جيروزاليم بوست. فإسرائيل ردت على سوريا بضربة جوية على مواقع إطلاق الصواريخ في سوريا. بسبب المخاوف من إيران، إسرائيل تزيد الأمن على دبلوماسييها في الخارج. احتداد الموقف يصل للغليان بين اليهود والفلسطينيين. الشرطة الإسرائيلية تقبض على العشرات من الفلسطينيين في أعمال شغب في أورشليم، ده من AP نيوز. إرهاب إسلامي جديد في فرنسا وقتل شرطي، والمسؤولين يتعهدوا بمحاربة الإرهاب الإسلامي، فيطلع لهم أحد المسؤولين يقول لهم أنتوا هتتعاقبوا عشان أنتوا عندكم إسلاموفوبيا. أخبار عامة للي بيحصل حوالينا. العلماء في تجاربهم الحديثة اللي بيخلطوا فيها أعضاء بشر مع الروبوتات الحديثة، اللي تلاقي نصه خلايا بشرية ونصه حاجات ميكانيكس، وأيضا يخلطوا أعضاء بشرية مع القردة. احنا كده أصبحنا مش عارفين ايه اللي هيطلع لنا، ايه اللي نصه روبوت نصه إنسان ونصه قرد نصه إنسان ونصه قرد ونصه خنزير ونصه إنسان. الناس دول بتعمل ايه بالظبط؟ داخلين على كارثة من اللعب بحاجات هم ما يعرفوش بيعملوا ايه بالظبط. زراعة خلايا بشرية في أجنة قردة،
الموضوع ده يسبب صراع أخلاقي، إزاي يزرعوا خلايا بشرية في أجنة قردة؟ طب اللي هيطلع ده هيتقال عنه إيه؟ ده من الجارديان. العلماء يطوروا وسيلة لتحسين المسكنات الطبيعية في داخل الجسم. انتوا عارفين في جسم الإنسان اوريدي عنده مسكنات طبيعية اندورفين، فالعلماء عايزين يطوروها بحيث هي اللي تستخدم في التسكين. تزايد معدل الانتحار في أمريكا، أبعدتوا الشباب عن ربنا، ما بقاش عندهم هدف ولا أمل. طب يعملوا إيه؟ بينتحروا. هذا اللي عملته. كليات مشهورة، الطلبة يشتكوا أن جهاز الصابون الأوتوماتيكي هو عنصري، مش بحرك. قال إيه؟ قال ما بيشوفش الإيد الغامقة. هو ده اللي وصلنا له. طلبة بتنتحر والجريمة بتنتشر والمصايب دي كلها، ومفيش عندهم غير بس بلاك لايفز ماتر اللي شغلوا بيها الشباب، وبقي جهاز الصابون عنصري ريسست. طب ادهنوه اسود وخلصوا. انستجرام يضع برنامج منع تعبيرات الكراهية، وطبعا انتوا عارفين ان برامج منع تعبيرات الكراهية بتستهدف مين؟ تستهدف المخالفة في الرأي زي المحافظين والمسيحيين، يا اما انت معاهم يا اما انت تعبيراتك كراهية. الخدمة البريدية الامريكية تسجل مواقع التواصل الاجتماعي للافراد في السر. ليه؟ ما نعرفش. امازون تطبق نظام سكان لليد للمشترين في السوبر ماركت بتاعها، فتدخل هناك مش محتاج الكروت الائتمان، لا بايدك، فيعمل لك سكاننج لايدك عشان ياخد العلامات البيولوجية بتاعتك. ده من وكالة رويترز. طبعا انتوا عارفين الحرب اللي قايم بيها نظام بايدن على الشرطة الامريكية، واللي بيقوم بيها الديمقراطيين على الشرطة الامريكية. فالشرطة الامريكية لما لقيت ان هي مضطهدة بهذا المنظر البشع، وبيقوا ماشيين على قشر بيض، واي وقت ممكن يمسكوا اي شرطي علشان بس قبض على واحد مسلم بيعمل جريمة، فالشرطي يترمي في السجن بقية حياته، فخلاص بناقص. فالشرطة الأمريكية بقي يخرجوا معاش مبكر، أو يسيبوا الشرطة ويروحوا أي شغلانة تانية، وطلبات الالتحاق بكليات الشرطة الأمريكية بقت في أدنى قدر لها. معلش تخيلوا معايا اللي بيعملوه الديمقراطيين في الشرطة الأمريكية وفي غيره. الديمقراطيين بايدن بيقللوا ميزانية الجيش، واحد يعني بيقللوا أمريكا قدرتها على الدفاع عن نفسها من الخارج، وبيضعفوا جدا الشرطة بتحت حجة بلاك لايفز ماتر اللي مستهدف بيها الشرطة، اللي انتشر بيها الجريمة جدا داخل أمريكا في الولايات الديمقراطية، فالشعب ما يقدرش يدافع عن نفسه من الداخل بالشرطة. وفي نفس الوقت عايزين يعملوا الحاجة التالتة، ايه هي؟ إزالة التسلح من الشعب الأمريكي، مش ده اللي بيعملوه؟ منع الأسلحة. طب ممكن تقولوا لي الشعب الامريكي لو حصل له اي اعتداء في اي وقت هيدافع عن نفسه ازاي؟ الجيش بيضعفوه زي ما كان بيعمل اوباما بيعمل بايدن، الشرطة بيضعفوها، وحتى الانسان ما يقدرش يدافع عن نفسه وحيشيلوا السلاح من ايده. ايه رأيكم اللي بيعملوه؟ مش حاجة غريبة برضو؟ وبايدن يفتح الطريق للصين تزداد قوة، مش حاجة غريبة؟ برضو مش بعرفش ايه السبب، لكن كل اللي اقدر اقوله علامة استفهام، ايه اللي بيحصل؟ ولعلشان امريكا دي كانت دولة مسيحية رائعة في الماضي، وكانت فعلا هي المتزعمة الدفاع عن المسيحية والمسيحيين، بيضربوها بالإلحاد، وبيضربوها بالضعف العام، وبيضربوها بمنع التعبير، وكل الكلام ده كله الضربات الشيطانية شغالة عليها وسقطت في يد الديمقراطيين للأسف. فاكرين الموضوع اللي عملناه عن بول هارفي اللي هو كان بيتكلم في الستينات ان الشيطان لو بيكره امريكا يعمل فيها ايه بالظبط اللي احنا شايفينه؟ ارجعوا للموضوع ده على الموقع، اكتبوا بس كلمة هارفي وانتوا تسمعوا الوعظة وترجمتها. تحليل بالذكاء الصناعي يوضح ان مخطوطة قمران لأشعياء النبي اتكتبت عن طريق ناسخين، وبالفعل ترجع لقبل الميلاد. كان تحليل جميل جدا، ده من نيو ساينتست. لا مش هوس بحقوق الإنسان، ده هوس بجلد الذات. الصين تكرهك فتقف قدام الصين تعتزلها وتجلد نفسك،
ده مسموش هوس، فتجلد الشعب بتاعك انت عشان خاطر الصين حبيبتك. بايدن بيجلد الشعب الامريكي عشان الصين، ليه؟ ده اسمه جلد الذات، ليه؟ بتاع الصين طلع يتريق على امريكا في موضوع بلاك لايفز ماتر، فما كان من الممثل الامريكي الا ان اعتذر قدام الصين. الصين اللي ما عندهاش حاجة اسمها حقوق انسان، امريكا هي اللي تعتذر؟ anyway، اكتشاف عملة فضة نادرة في اورشليم من اللي كانت بتستخدم لدفع الضرائب في زمن هيرودس، ده من سي بي ان نيوز، يعني من زمن الرب يسوع المسيح. اكتشاف رسم دقيق لديناصور من ديناصورات السيرابود العملاقة في قبر قديم، يثبت الكتاب المقدس اللي تكلم انه الديناصورات عصرت الانسان، عشان كده الانسان كان عارف شكلها وكان بيرسمها. ده من اكسبريس نيوز. وإلا ازاي بنلاقي صور الديناصورات في القبور القديمة؟ اكتشاف ديناصور اخر في حضارات قديمة يهز نظرية التطور، فلقيوا موجود في حضارات قديمة وقبور قديمة هياكل لديناصورات تطابق الاكتشافات الحديثة. ده من اكسبريس نيوز. اخبار اقتصادية، الوباء يعد الطريق للدخل الموحد في امريكا، وده للأسف كمان ممكن يكون في العالم. انا عارف البعض هيفرح بيه، لكن للأسف الموضوع ده مش فرح. الموضوع ده ان يجعل الانسان ليس له اي قيمة، تقعد في البيت زيك زي الماكينة اللي اخترعوها، مالكش الرأي لان هم من اللي بيأكلوك ويشربوك، مالكش الحق في اختيار اللي انت عايزه ولا البحث عن حياة افضل. الاي كيو بتاعك هيتدمر لما تقعد في البيت عالة وتاكل وتشرب على قفا الحكومة. خلي بالكم من كارثة الدخل العالمي الموحد، ده كارثة. مخاوف من كوارث سياسية واقتصادية في المستقبل القريب، وللأسف زي ما حضراتكم عارفين ما بين مجاعات بسبب الجفاف وغيره، ربنا يستر. أسعار السوبر ماركت سترتفع عالميا. سوبر ماركت اللي جنب بيتك، عد نفسك ان الأسعار فيها تزيد. عشان كده كرر مرة تانية، رجاء محبة، رجعوا قط الخزين، رجعوا قط القرار، اشتروا الحاجات اللي تنفع تتخزن بالجملة، ياريت تقدروا تخزنوها، رز، سكر، مكرونات، الحاجات اللي زي دي، ياريت. اعتقد كل شوية بفكر حضراتكم، ياريت تفتكروا الموضوع ده. اضطهاد المسيحيين اللي بيتزايد، اضطهاد المسيحيين يتزايد حول العالم، تقرير آخر يؤكد هذا الكلام، بل وصلنا لأرقام لم ترى من القرن الأول الميلادي أن يكون عدد المسيحيين اللي بيضطهد وبيستشهد بهذا المنظر. فعلا الكلام اللي قاله الرب يسوع المسيح في إنجيل متى 24 بدأنا نراه أمام أعيننا في أواخر الأيام. طيب أنا بعمل بلبلة لما أقول للإنسان أنت ما تضمنش، طب ما كوفيد في سوبر ماركت قفلت، الناس اللي كانت مخزنة شوية أكل احتياطي ده نفعها لغاية ما رجعت السوبر ماركت فتحت، ده بلبلة في إيه؟ انا مش فاهم الناس لما اقول لهم حاجه زي كده، ده هل ده معناه بقول لكم ما تتكلوش على ربنا؟ طبعا اتكل على ربنا طول عمرك، ده هو بدونه ما نقدرش نعمل حاجه، ده هو اللي بيه بنتحرك ونحيا ونوجد. لكن هل ده معناه ان انا ما اقومش بدور انسان مسؤول عن اسرته، ما يخزنش حتى شويه حاجات لاسرته في وقت مشاكل حصلت اوريدي مثال منها في موضوع الكوفيد؟ مش بسبب الكوفيد فيه حصل نقص طعام عالمي وبعد كده يتقال عليا ان انا بعمل بلبلة؟ anyway، ما علينا. اضطهاد المسيحيين في الصين يتزايد ولم يرى مثله منذ ثورة المجتمع او كالتشر ريفوليوشن. القبض على عشرات من المسيحيين، ليه؟ عملوا جريمة ايه؟ لانهم في اجتماع صلاة فقبضوا عليهم الجنود في إريتريا. تقرير يوضح أنه 5.2 بليون شخص في أغلب دول العالم يواجهوا مخالفة لحرية الأديان، أغلبهم مسيحيين. مصر للأسف تصنف الدولة 16 في اضطهاد المسيحية، فمصر ترتيبها بقى 16، يعني مصر جاية على فكرة في اضطهاد المسيحيين قبل الصين.
الصين تصنف الدولة 17 في اضطهاد المسيحيين. مصر ما بين السعودية والسودان وما بين الصين. داعش تعلن انه ذبحهم لعم نبيل وحشي، نبيل حبشي، انا اسف اخطأت سامحوني، الشهيد نبيل حبشي. ده داعش بتعمله رسالة لمسيحيين العالم. تاني، هو بس في مصر عندنا كلمتين معسولين بيتقالوا كل شوية وكل مرة ولا مرتين في السنة بنزورهم، لكن هل في قرارات جدية لمنع اضطهاد المسيحيين في المنيا والقرى وغيره واللي بتعمله الجماعات الإسلامية الإرهابية لمسيحيين مصر؟ لا مفيش، كلمتين معسولين ونور عينينا وخلصنا على كده. لا مش عايزين نور عينين، عايزين أفعال، عايزين قرارات، عايزين تغيير في الشرطة اللي بتضطهد المسيحيين في مصر. ادي اللي بتعمله داعش في مصر، فين نور عينينا؟ ده من سي بي نيوز. الهجوم على قادة كنيسة لأنهم هددوا برفض عضوية امرأة سابت جوزها عشان تطلع مع رفيقتها فتحولت بقت شاذة، ازاي وازاي قادة الكنيسة عايزين يمنعوها من العضوية في الكنيسة؟ لا نهاجم القادة المسيحيين عشان نقطع لسانهم. داعش ليس لها دين. حدنا في البلد بيقولوا لنا داعش مسلمة وبتمشي حسب سنة الله ورسوله. داعش دلوقتي بقت ملحزة ولا بوذية لا سمح الله. داعش بقت ليس لها دين. اللي بتعمل زي اللي عمله الرسول بقت داعش دلوقتي لا دينية. ما علينا. حملة إعلامية ضد هذه الكنيسة عشان قرارها، وده كمالا لسياسة قطع الألسن. الانحدار الأخلاقي، وآسف طولت على حضراتكم. كتير من إعلانات الشركات أصبحت موجهة ضد المسيحيين عشان تشجع الشذوذ ضد المسيحية والفكر المسيحي. هذا اللي بيحصل. خلي بالكم من الإعلام، من أخطر الأسلحة اللي يمتلكها الشيطان مش الصواريخ ولا السفن ولا الأسلحة العالمية، أخطر سلاح هو الإعلام والتعليم. الزن الكتير في الإعلام بيعمل بصر، خلي بالكم. قفل قناة يوتيوب لكنيسة كبيرة بيها 2 مليون مشترك ليه؟ أصل فيها فيديو القسيس قال إن هو شفى شاذ من شذوذه، إزاي وإزاي يقول الكلام ده؟ قفلوا لهم قناة اليوتيوب رغم إن فيها 2 مليون مشترك. آدي اللي بيعملوه. شاذ تشتم في المسيحية حرية. مسيحي توضح ان الشذوذ خطيه، لا مش حريه، كراهيه، اقفل، اقطع لسان. عشان كده لازم ما تسكتوش، لازم تتكلموا، هدفهم يقطعوا لسانكم. هتتغلبوا ولا هتكملوا كلام وتبقوا تبقوا انتوا المصابيح المضاءه. اداره بايدن تعد مطالبه بان الاطباء بخلفيه دينيه والمستشفيات غصب عنهم يجبروا على القيام بعمليات تغيير الجنس. حتى لو اعترضوا، دكتور مسيحي غصب عنك لازم تقوم بعملية تغيير الجنس للشاذ. ايه ده؟ ما فين حرية؟ ادي بايدن والإدارة بتاعته. إدارة بايدن تأمر بوضع علم الشواذ على السفارات في نفس الصاري اللي يشيل علم أمريكا. دي كارثة، لأن الشذوذ ده مكرهة الرب، ولما يرتبط علم أمريكا بعلم الشواذ انسوا أمريكا، ما فيش حاجة اسمها بركة فيما بعد. انتهى. سكرتير الولايات الأمريكية في حكومة بايدن يتعهد انه هيعين شواذ كتير. مجدهم في خزيهم. ده من سي ان ان. الشخص المتحول جنسيا لامرأة ده واللي عمل مشاكل كتيرة وقصص كتيرة دلوقتي هيترشح عشان يكون حاكم لكاليفورنيا. اهو 43 شركة يتعهدوا على مقاطعة قانون تكساس اللي عايز يحمي مسابقات الفتيات من المتحولين جنسيا. بمعنى ايه؟ المتحولين جنسيا الرجالة اللي ما بيعرفوش يتنافسوا مع الولاد اللي زيهم يعملوا ايه؟ يتحولوا جنسيا ويروحوا مسابقات البنات فيفوزوا بالمركز الاول وياخدوا السكولرشيب والجوائز والمنح المالية وغيرها. فتكساس قررت ان هي لا تحمي البنات من المتحولين جنسيا اللي شطوحة وجايين يتنافسوا مع البنات.
وعشان يمنعوا تحول الأطفال جنسيا. قوم تيجي 23 شركة من اللي بيشجعوا الشواذ تقاطع تكساس. عمركم سمعتوا حاجات مسيحية بتقاطع الشواذ؟ لكن العكس، الشواذ هم من اللي بيطردوا المسيحيين. دايما مملكة الشيطان متحدة وهي اللي بتهاجم، رغم ان المفروض احنا ابواب الجحيم لن تقوى علينا. اللي عايز يعرف اسماء الشركات دي، بداية من امازون وابل ومايكروسوفت وفيسبوك، كلهم مرصوصين قدام حضراتكم. اللي عايز يعرف مين الشركات اللي بتحارب المسيحية على اجل الشواذ، اهم اسمائهم قدامكم. ترامب يهاجم حاكم أركانساس اللي أوقف قانون يمنع إخصاء الأطفال كيميائيا. انتوا عارفين في قوانين في بعض الولايات الطفل اللي عايز يتحول جنسيا، طفل مش فاهم حاجة، 5 6 7 سنين، فطلعوا لهم اسلوب يدوله أدوية كيميكال يمنعه من البلوغ ويمنع الأعضاء التناسلية تبلغ عنده أو تنمو. طبعا ده كارثة، ده مدمر. فولاية أركانساس كانت عايزة تمنع الموضوع ده، يجي الحاكم بتاعها الديمقراطي يعمل فيتو ويمنع ويوقف القانون اللي يمنع ويحمي الأطفال. بحث يوضح عدم وجود أدلة كافية على استخدام أدوية وقف البلوغ للأطفال اللي عندهم لخبطة. إيه رأيكم؟ ده من بي بي سي نيوز، مش ده اللي بنقوله اللي قاعدين يقولوا يا حرام؟ وزي ما قلت لكم قبل كده، الأطفال ممكن في فترة البلوغ في المراهقة يحصل لهم لخبطة، ده طبيعي. 97-98% منهم بعدها، بعد ما بتنتهي لخبطة الهرمونات في فترة البلوغ في البيوبرتي، بيرجعوا طبيعيين وكل واحد بيلتزم بجنسه عادي جدا. تصطاد الطفل في فترة اللخبطة دي وتقنعه بالشذوذ، انت حقيقي بتدمره. اهو الابحاث الطبية بتأكد لكم الكلام ده. طفلتين صغيرتين يخلوهم يرقصوا في ملهى ليل للشواذ في ميامي، ليه؟ وفين بتعود حقوق الاطفال؟ راحوا فين؟ قاد اللي بيعملوه، وهدفهم على فكرة مش انت ولا حضرتك، ولا حضرتك طبعا، هدفهم مين؟ ولادكم. امانة في ايديكم، هم من دول هدفهم، هم من دول اللي عايزين يضربوهم بالشذوذ، هم دول اللي عايزين يدمروهم جسديا ونفسيا واخلاقيا وعقليا وكل الحاجات دي كلها. محتاجين نصلي، محتاجين نستعد، محتاجين نكون مصابيح مضاءة لهؤلاء. مفيش نور تاني في العالم فضلهم غير ولاد ربنا. يا ريت كل واحد يتكلم، كل واحد يعلن نور المسيح. العالم عايز يقطع لسانك، ما تخليهمش يقطعوا لسانك، اتكلم. هتقدم حساب عن الوزنات الصغيرة دي قدام ربنا، لأن انت شايف العالم ازاي منظم جدا ضدهم عشان يعثرهم. انتوا بتعملوا ايه في المقابل؟ وكمان كل واحد مسؤول عن نفسه. محتاجين نستعد. خلي بالك لو ما تمسكتش بالمسيح الآن، ممكن ما تقدرش في المستقبل القريب بسبب الظلام، زي الخمس عذارى الجاهلات اللي ما كانش عندهم زيت يكفي. المسيح اقترب، خلي بالكم، وقال لنا الحاجات دي كلها عشان لما تحصل ما نخافش. 2، عشان لما تحصل نؤمن في زمن بيشككونا في كلام ربنا في كتابه المقدس. فقال لنا قبل ما يحصل عشان لما يحصل نؤمن، لأنه مستحيل يكون يألف الكلام ده من 2000 سنة ويحصل قدامنا بمنتهى الدقة. والحاجة التالتة، علشان ننتبه ونستعد في زمن انتوا شايفين عايزين يشغلونا ازاي، وفي نفس الوقت اللي يتكلم يجتمعوا عليه ويقطعوا لسانه. محتاجين ننتبه ونستعد ونرفع راسنا، زي ما قال في لوقا 21:28، متى ابتدأت؟ ارفع راسك، اتكلم، لان هم عايزين يمنعوك من الكلام عن طريق المشاغل وعن طريق التهديد. ربنا يحافظ عليكم، عريسنا قرب، اصنعوا الثمار تليق بالتوبة، استعدوا لاستقبال العريس. امين. تعالى ايها الرب يسوع والمجد لله دائما، وربنا يبارك حضراتكم، كل سنة وانتم طيبين، واسف لو كنت اخطأت في اي شيء بفعل بقول بتعبير بمعلومة، انا انسان ضعيف واخطئ، لكن ده لو حصل الله يعلم، لم يكن عن قصد. اذكروني في صلاتكم، ده اللي محتاجه، اللي يحب يساعد في الخدمة ياريت يساعد في خدمة النشر، يوصل الحاجات اللي يعرفها للخدام الرائعين لصغار النفوس اللي بيعصروا. ربنا يبارك حضراتكم، يحافظ عليكم، ونتقابل إن شاء ربنا ودبر
يوم الثلاث الجاي، وفي رعاية ربنا يا رب. كل سنة وانتم طيبين. بنشكرك يا أستاذ يا دكتور هولي بايبل، أنت صوت صارخ في البالتوك، صوت صارخ في البالتوك، بندي ورد وبندي قلوب وبندي كل حاجة، بنشكرك وتعيش وتعلمنا. دكتور هولي فين يا جماعة الورود وفين؟ الدكتور هولي بايبل صايم عايز يعمل مربة ورد يا جماعة، عايز يعمل مربة ورد. كل سنة وانت طيب يا دكتور، كل سنة وانت طيب وتعيش وتعلمنا يا رب. حقيقي الواحد بيسمعك بيقول أمين، تعالى أيها الرب يسوع المسيح. الواحد حاسس إن الدنيا